تبين هاي الجامعة يا إخوان وهاي الجامعة الشحرية الشنار طلع كم قصيرة في عنا في الطابق اللي تحته كمان يعني مجمع عيادات مثل هذا واللي تحته كمان مجمع فعنا تقريبا في كل مجمع فيهم 14 عيادة يعني كل مجموعة من الطلاب بشكل 14 طالب عبارة عن مجموعة ياخذوا عيادة مع بعض. العيادات اللي عنا هون هي عيادات ما تتعلق بالحفر والحشيش، في عنا عيادات التركيبات تحتها وعيادات الجراحة. طبعا السنة الجاية إن شاء الله رح يكون لسه في كمان سنتر كامل لا الطلاب الجدد لأن الأعداد عنا عم بتزيد وتحت عنا هلأ توسعة كبيرة للمختبرات يعني المختبرات اللي شفناها تحت بدها تنتقل تصير هون والمختبرات هناك تصير للطلاب اللي هم ما قبل العيادات التعليمية اللي هم الثالثة قبل ما يطلعوا على رابعة وخامسة اللي هي السنوات الإكلينيكية. الله يعافيك. اسمي معتصم حسن مصاقوة. نعم. من الطيب المثلث. نعم. عقب الداخل طبعا. بتعلم هنا في جامعة العربية الأمريكية طب أسنان سنة أولى. فصل خلصت فصل أول وهسا إحنا طبعاً الفصل الثاني. طبعاً إحنا هنا بنتعلم بمستوى طبعاً يعني حسب كيف أنشهر طبعاً المستوى هنا عنا في الجامعة المستوى جداً جداً عالي مستوى جداً 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 صعب يعني لا يقل عن إسرائيل والدليل إنه الطلاب اللي خلصوا عنا هون في الجامعة وراحوا على إسرائيل يعملوا الامتحان خلصوا طبعاً وعملوا الامتحان بيقولوا إنه المستوى اللي عملنا فيه يعني تعلمنا فيه هنا مقارنة للمستوى اللي تعلموا فيه يعني بإسرائيل جدا الامتحان بيكون سهل سهل عشان هيك استطاعوا انه يعبروا الامتحان طبعا عشان هيك الاغلب يعني تنقول 95% او 97% من الطلاب طوال يعني عبرين الامتحان بالنسبة لهم جدا جدا سهل عشان نحن هنا بنتعلم بلغة انجليزية نتعلم هنا بلغة انجليزية كل التعليم بلغة انجليزية في كتب انجليزية المحاضرين كمان قسم منهم اجانب بيكونوا قسم منهم كمان بيكونوا عرب يعني حتى المحاضرين العرب هون بيعلمونا باللغة الانجليزية ما بيعلمونا يعني في اللغة العربية هنا عشان المنهاج التعليم هو منهاج امريكي يعني هم ماخذين هنا المشتقين المنهاج انه هو يكون منهاج امريكي فالكتب فهم بيعلموا حسب الكتب فالكتب امريكية عشان هيك بيعلموا في اللغة الانجليزية واحنا طبعا بناخذ المستوى اللي هو مستوى جدا جدا يعني نسبة لكيف كنا نتعلم بالنسبة لنا يعني بنستصعب فيه علشان اللغة بتختلف نبدأ على لغة ثانية طلع يعني الأجواء هنا كثير كثير حلوة في الجامعة الجامعة يعني حلوة كثير والفرص يعني إنك تتعلم هنا في كل المجالات طلع يعني ممكن أنا أقول لك إنك القبول هون أسهل من إسرائيل 100% يعني الطلاب بيلجأوا من إسرائيل لهون علشان هناك ممكن القبول أصعب بس من ناحية التعليم هون أصعب يعني 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 في شغلات بتغطي على شغلات انه انت بتاخذ بتيجي من مجال انك اسهل اصعب من هناك القبول بس تعليم هون بيكون اصعب كيف الاجواء هون كيف يعني اندماجكم انتم مع الاخوه الفلسطينيين طبعا من جنين ومن نابلس طلع صراحة يعني الأجواء هنا هي أجواء عربية نعم يعني بس إنه بيكون إنه الاختلاط ما بيننا وبين الشعب طبعا الفلسطيني بيكون شوي صعب نعم بسبب العادات والتقاليد المختلفة طبعا نحن تطبعنا زي تقول في تطبعات يعني تنقول غربية هيك أشياء مختلفة وأنا طبعا بتكون أكثر محافظة نعم أما بغض النظر عن كل هذا يعني إحنا يعني بنحاول نندمج ومع هذا ولادي طبعا نندمج طبعا فيهم يعني بتشوف إنه الأطباع أزود بتحسها طبعا عربية أزود شعبية أزود تعرف حضرتك مين أنت؟ فلاح بقام من باكة الغربية نعم طالب تمريض سنة ثانية نعم يعني لو تحدثنا وجودك هنا أنت في طبعا الجامعة العربية الأمريكية كيف كنت بتشرح الأجواء اللي عندك هنا؟ شو الشغلات اللي خلاك تنتمي لهي الجامعة؟ أول سبب طبعا الموجود عند الجميع هو البسيخومتري والعلامات والشروط ثاني سبب انه الجامعة مستواها قوي وفي لها سمعة منيحة كثير في خصوصا عندنا في الداخل كل ما بالهم طلاب الداخل عندنا قاعدين بيزيدوا في هاي الجامعة ومرتاحين كثير الحمد لله في التعليم والدكاترة والتعامل في اهتمام خاص فينا طلاب الداخل في هاي الجامعة وفي جنين من رئيس الجامعة من عميد الكلية من المحافظ كلهم مهتمين فينا الحمد لله نعم كيف الأجواء كيف علاقتكم أنتوا أخوتنا الفلسطينيين الحمد لله علاقة قوية علاقة أخوة علاقة وحدة واحترام متبادل
يعني في محاولات تعمل انه تقربوا لبعض ولا في بضل هيك بضل في فصل بين هذا وهذا؟ لا في محاولات ان شاء الله مع السنين القادمه بتزيد لهذا. طبعا اليوم انتوا عددكم حول 10% يعني نسبتكم 10% هلا يعني تقريبا عندنا الموجودين في الجامعه حاليا 850 طالب عندنا من الداخل. في بوجهكم صعوبات معينه؟ طبعا الا تواجه كل طالب صعوبات بما انه بعيد عن اهله بيبقى في جو ثاني يعتمد على نفسه يبقى هو المسؤول طبعا ومستوى التعليم منه عالي في شويه صعوبه في التعليم بس الحمد لله ماشي. يصحى يظل من هالمهل سنة ثانية علاج طبيعي. نعم. ونصح كمان أقبل في الجامعة العربية الأمريكية. أها. يعني تحكي لي كيف شعورك أنت هون أنت في الكلية أو في الجامعة؟ طبعا الجامعة فيش زي هون، الجامعة بتجنن، مستوى أكاديمي كثير عالي، متخصص كثير بالمواضيع اللي بتتيح الطلاب الداخل خصوصا إنه يدرسوا عنا ضمن جميع الفرص. توفر كل المواضيع وإن شاء الله الجامعة تصير ناقصها بس واللي قاعد تجرى عليه انه خلال 4 سنين يكون في موضوع طب العام هون عندنا بالجامعه. مستوى اكاديمي عالي كثير، التعليم طبعا باللغه الانجليزيه وكثير مستوى مليح وناجح وبيقدروا طلاب 48 بيحترموني كثير. نعم. كيف تقديرك للعلاقه يعني بين العلاقه بيننا احنا والشعب الداخل هون 67 في علاقه قويه واحنا قاعدين خلال اللجنه 48 احنا خلال اللجنه انه نقوي علاقات اكثر واكثر من خلال الاجتماعات العلاقات كلها هاي بالنسبة للتقارب تشعروا انه في تمييز بينك وبينهن حاول في حساسية معينة؟ اكيد انه نسبة صغيرة من الشعب اللي هون 67 ونسبة صغيرة من عنا اللي بتحاول تتحسس من شغلات وبتحاول تعمل انه احنا 48 هم 67 ونتحاول فرقنا عن بعض من خلال انه كثير شغلات من خلال مثلا الفعاليات تبعيتهن بس احنا دائما دوم ضد ضد هالفئه هاي الصغيره وبنعتبرهاش انه الاكثريه بنتعامل مع الاكثريه ومن خلال القضاء على هاي الاقليه ما نعطاش وجه ما نعطاش الحركه ما نعطاش شو بدها تعمل. شكرا لك. أنا بدرس علاج طبيعي اللي هي بستراب يعني. نعم. الأجواء كتير حلوة يعني إحنا من يعني بصراحة إحنا مبسوطين كتير. نعم. يعني بتصور يعني في مجال نقول إنه هون الوضع منيح منيح يعني مثل إسرائيل وهيك حتى الجو أكثر بكتير أحلى وأحسن. نعم. لأنه كلياتنا عرب وكلياتنا هيك فلسطينيين وكلياتنا مع بعض صحبة ويعني جو كتير منيح الطلاب بيساعدوا الدكاترة جو دافئ هنا في قبول لنا كتير كتير يعني ما في تمييز ما في بين عرب الداخل وما في كذا كلياتنا بالأخير بحسبونا إحنا فلسطينيين 48 فالوضع كتير كتير منيح من ناحية الدكاترة من ناحية المسؤولين الجامعة نفسها يعني كتير كتير منيحة بحس إنه بيتنا يعني بالأخير بتحس إنه في صعوبة معينة في بعض الأمور اللي هي بتواجهوها مشاكل معينة يعني هي مشكلتنا بس مشكلة المعبر. أنا بتصور يعني أنا ما عنديش ولا أي مشكلة غير مشكلة المعبر يعني وأنت ما بدهم يفتحوا وأنت ما بدهم يسكروه المشاكل بالرجوع على مثلا نرجع تفتيش كل الوقت بالرجعة تفتيش كل الوقت فيعني ما فيش عندكم امتيازات معينة أنكم أنتم طلاب يعني لا ولا بيعطونا حتى لو حتى يعني بالنسبه لهم كارت الجامعه يعني هذا ولا شيء يعني عادي شو كنت تعمل جوا حتى لو بتحكي لنا عن المعبر بنتعلم هناك بقول لك شو كل جامعات اسرائيل وجيتوا هون فكتير صعوبه بس صعوبتي انا مثلا بشكل شخصي اني لما اروح على البلاد يعني كل وقت تفتيش عداك انك تقعد تستنى ساعتين يعني على المعبر. انت ولا من اي بلد؟ انا من شعب. من شعب يعني طيب بشكل يومي انت بتروحي بتروحي ولا لا بنام نعم عندنا سكنات كيف الوضع المادي قادرين تتغلبوا عليه وضع مالي
يعني شوف هو يعني مثلا في صعوبة شوي لأنه الجامعة يعني أسطاطة زي أقساط إسرائيل تقريبا. مش أخف شوي؟ لا مش أخف شوي. بعدين حسب كل واحد حسب معدل حسب علامات. نعم. في منح دراسية أو تعليمية؟ أنا مثلا شخصيا أنا أول شيء بلعب منتخب فلسطين هون. نعم. ومعي من رئيس الجامعة نفسه هون 50% منها. نعم. وأخذ 25 من أبو موسى محافظ جنين. نعم. والبقايا بس هذا الفصل بديت أخذ منها، البقايا راح أخذهم من الاتحاد نفسه. نعم. من المنتخب. فالحمد لله متوفقة في هاي الأمور. أتمنى لك التوفيق إن شاء الله. شكرا لك.